في باشمهندس بيسأل بيقول ايه المستندات كبداية مشروع جديد؟ هي بتفرق ان حضرتك هتبقى مجال السكوب بتاع الشركة بتاعتك ايه، هل هو استشاري ولا هل هو مقاول ولا هل هو كلاينت. بس عموما دايما المستندات بتاعت المشروع الجديد بتبقى اي مشروع لازم يكون عندك فورمز معتمدة من الكلاينت اذا كنت هتتعامل انت فيها كمقاول، او تكون موافق عليها لو انت كونسلتنت. في عندك التندر دوكيمنتس لازم تكون موجودة في اول المشروع، لازم الموبيلايزيشن تشارت لازم تكون برضو موجودة وتكون حاجة مهمة جدا. ايه تاني؟ الاورجانيزيشن تشارت بتاعت البارتس اللي هيشتغلوا معاك. ايه كمان؟ الفورمز، الكودينج سيستم اللي انت هتتعامل بيه لازم برضو، لازم الستامبس لازم تكون موجودة من اول يوم في المشروع علشان ما تستلمش حاجة ولا بالخط اليد ولا اي حاجة من الحاجات دي. ايه تاني؟ بس متهيألي هي دي بس أهم الحاجات اللي أنت لازم تكون موجودة عندك. طبعا أهم من كله لازم يكون الدوكيمنت كنترول يكون موجود في المشروع من أوله، ما يجيش بعد ما تكون عدت عليه فترة طويلة من المشروع عشان يجي يلاقي الدنيا يعني مش مظبوطة بالنسبة له.